رئيس الوزراء يتابع تدبير المستلزمات الطبية لوزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا. قوات حرس الحدود تواصل جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وتواجه ضربات قاسمة للعناصر الإجرامية. قناة CNN الأمريكية تستعرض المشروعات العملاقة بمصر وتؤكد أن العاصمة الإدارية تضم مساحات خضراء أضعاف المتواجدة في نيويورك. تمام الثالثة عصرا في القاهرة، موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا اليوم لمتابعة تدبير الاحتياجات العاجلة لوزارة الصحة من المستلزمات الطبية وتحديد الأسبقيات بالنسبة للجهات التابعة للوزارة. وأكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على الإسراع بتدبير الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الطبية وجميع الجهات التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي من المستلزمات الطبية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وقد كلف رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية وهيئة الشراء الموحد، وذلك بشأن التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتوجيه تلك المستلزمات طبقا للأولويات المحددة. نجحت قوات حرس الحدود في اكتشاف وتدمير 10 فتحات أنفاق بشمال سيناء وضبط 318 بندقية مختلفة الأنواع و3.5 مليون قرص من المواد المخدرة و60 طنا من نبات البنجو والحشيش المخدر. المزيد في سياق هذا التقرير. تزامنا مع جهود القوات المسلحة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم اكتشاف وتدمير 10 فتحات لأنفاق بشمال سيناء وضبط عدد 7 بنادق قناصة و6 بنادق آلية وعدد 2 رشاش و300 بندقية خرطوش و3 مسدسات عيار 9 ملي، فضلا عن ما يزيد على 300,000 طلقة مختلفة الأعيرات. كما تم ضبط 4 أطنان ونصف الطن لجوهر الحشيش المخدر و3,500,000 قرص من المواد المخدرة و54 طن لنبات البانجو و46 كيلو جراما من مادة الأفيون المخدرة. كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتي تمكنت من اكتشاف وتدمير 100 مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة 93 فدانا و866 مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة 668 فدانا. و2434 كيلو جراما من بذور البانجو والحشيش المخدر. كما تم ضبط 9 مصانع حشيش تحتوي على 7 مكابس لخام الحشيش. كما تم ضبط 14 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية و880 جهازا تستخدمها العناصر الإجرامية في تتبع خط سير المركبات، وضبط 56 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن، وأكثر من 71 طنا من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و77 كيلو جراما من المشغولات الفضية و228,000 قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل احتوائها على مواد مسرطنة، وضبط 122,000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية. وفي سياق متصل، نجحت قوات حرس الحدود
في القبض على 300 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 4710 أفراد من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. كما تم التحفظ على عدد 271 عربة ومركبة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله. يأتي ذلك استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ إجراءات إحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر. استعرضت شبكة CNN العالمية الأمريكية في تقرير مصور لها أحدث المشروعات العملاقة بمصر، وهي العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم العديد من المشروعات، أبرزها البرج الأيقوني الذي يعد أطول برج في أفريقيا وأحد أبرز معالمها. وأوضح التقرير أن البرج الأيقوني ينفذ ضمن أعمال المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء منه في عام 2022. وأشار التقرير أيضا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم بناؤها على 3 مراحل، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 6 ملايين مواطن وتضم العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن العاصمة الإدارية تضم مساحات خضراء شاسعة تبلغ ضعف ما يوجد في سنتر بارك في نيويورك. كان هذا موجز الثالثة عصرا من تلفزيون النهار. دمتم بخير وإلى اللقاء.